برضه شباب قبل ما نخش على موضوع الاوبننجز برضه ليه رسمه تانية ليه الدافرام. هنجد هنا طبعا عندنا ادي الايه الدافرام، كل دي دافرام اهي خد بالك، ودول الايه الثلاثه اوبننجز بتاعتها اللي هي ادي الكيبل اوبننجز وادي الاسوفيجيال اوبننج وادي الاورتيك اوبننج. خلاص عندنا هنا دي السنترال تندون، دي اللي هي الاجزاء بتاعت الايه الماسل فايبرز. في عندنا هنا من قدام ده الاسترنال بارت جامع عند الاسترنال، وده الكوستال بارت. ورا هنا هنجد الجزء اللي هو الفيرتيبرال بارت. طبعا زي ما احنا شايفين هنا جاي من عند الفيرتيبرال بادي، الفيرتيبرال بارت اللي هو عباره عن التو كرورا، الرايت كراس والليفت كراس، وفي النص ده الميديان اركويت ليجمنت، وهنا الاوبننج بتاعت الايه الاورتا. بعد كده هيبدا ان هو يظهر هنا الميديال اركويت ليجمنت، يبقى بعد الميديان اركويت ليجمنت يظهر الميديال اركويت ليجمنت الناحيه دي والميديال اركويت ليجمنت الناحيه دي، وهنا تظهر عضله اللي هي السوس ميجور ماسل. بعد شويه بعد الميديال تظهر هنا الايه اللاترال اركويت ليجمنت، هذا اللاترال اركويت ليجمنت الناحيه دي، وكمان اللاترال اركويت ليجمنت الناحيه الثانيه. خلاص كده، وهنا في عضله طالعه من عنده اللي هي العضله دي اللي هي الكوادريتس لامبورا. يبقى انا عندي هنا في المركز الميديان اركويت ليجمنت ما بين التو كرورا في الاورطة، وبعدين الميديال وده في السوس، وبعدين اللاترال وده في الكوادريتس لامبورا. خلاص الرسمه دي مجمعه لكل الديتيلز الخاصه بالديافرام ماسل، وده المنظر الاساسي اللي انت ممكن تخش جوه الابدومينال كافيتي، تخش جوه الثراسي كافيتي. هنا 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 هو داخل من الابدومينال كافيتي، تخش جوه الابدومينال كافيتي وتبدا طبعا داخل من الابدومينال كافيتي عشان نقدر ان انا نشوف الكروره، يعني عشان برضه نبقى احنا فاهمين ان الرسمه دي عامله ازاي. بالك الرسمه دي عامله ازاي، انت جاي اعمل ايه؟ بص انت جاي داخل من هنا كده واخد بالك، داخل من هنا عشان اقدر ان انا اشوف الكروره في وشي. خلاص كده، يبقى انا داخل من هنا كده. خلاص طيب، فديتني المشهد ده اللي هو المشهد اللي فيه الايه اللي فيه الكراس واللي فيه الكروره واللي فيه الميديان واللاترال اركويت ليجمنت. انما لو دخلت كده من هنا من فوق كده واخد بالك من هنا، هيديني الايه؟ هيديني المشهد ده. خلاص كده، برضو انا عندي هنا لو انت لاحظت هتلاقي عندي هنا برضو نفس الكلام. خلاص كده، في عندنا هنا برضو سنترال تندون عادي خالص، في عندنا الاسترنم، في عندنا الاسترنال بارت، في عندنا الكوستال بارت اوف ذا ديفرام، كوستال بارت اوف ذا ديفرام، في عندنا كمان هنا يعني جزء برضو، يعني طبعا الجزء الفيرتيبرال مش هيبان هنا، يعني هنا بقى ما يبانش الجزء الفيرتيبرال. عشان نشوف الجزء انت ممكن يعني ايه من فوق واخد بالك تشوف الجزء الاسترنم اللي جاي من الاسترنم والجزء الكوستال، لكن ما تشوفش الجزء الفيرتيبرال. الجزء الفيرتيبرال تشوفه لما تخش من الابدومينال فيو. خلاص كده، طيب عشان كده المشهد ده شباب بنسميه السوبيرو فيو، او اللي هو جاي من، انا بحب اسميه بقى الثراسيك فيو، اللي هو انا جاي من عند الايه الثراسيك كافيتي وبتفرج. خلاص كده، طيب في هنا اي حاجه ناقصه؟ مفيش حاجه ناقصه. خلاص كده، انا واخد من زي ما قلنا من الاسترنم والكوستال ومتجمع في الايه السنترال تندون. برضه فتحات موجوده، يعني الكيفال اوبننج موجوده، الاسوفيجيال اوبننج، الاورتيك اوبننج. طيب انا عايز ان انا اشوف الجزء الفيرتيبرال، عايز اشوف الجزء الكورال، يبقى انا هاخد ابدومينال فيو او هاخد انفيرو فيو، هخش من هنا من جوه. خلاص كده، فيديني الايه بقى المشهد ده. خلاص كده، يبقى ده الايه المشهد اللي هو الثاني اللي احنا ايه بدانا بيه، وده يمكن اللي يهمني قوي لانه في الايه الكروره وفي الميديان اركويت ليجمنت واللاترال اركويت ليجمنت. طيب ما نبدا بقى ان احنا نتفرج برضو يعني على الايه الاوبننجز بتاعه الايه الدايفرام. برضو ده درس مهم قوي 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 عندنا. تمام كده، احنا عندنا، وخلي بالك انا عايزك تفرق قوي ما بين مساله الاوبننج ومساله الاركويت ليجمنت. يعني انت عندك هنا الاوبننج اللي هو الكيفال اوبننج، الاوبننج اللي هو الاسوفيجيال اوبننج، والحاجه اللي هي بتجمع ما بينهم اللي هي الاورتيك، الاورتيك اوبننج اللي هي عند الميديان اركويت ليجمنت. خلاص كده، فانت عندك هنا، انت عندك كام اوبننج؟ انا عندي ثلاثه اوبننج، كيفال اوبننج وسوفيجيال واورتيك، وعندي وعندك كام اركويت ليجمنت؟ عندك برضو ثلاثه، عندك برضو ثلاثه، الميديان اركويت ليجمنت اللي هو بيبقى عند الاورتيك اوبننج، والميديال واللاترال، الميديال اللي هو بيبقى عند السوس، واللاترال اللي بيبقى عند الكوادريتس لامبورا. طيب انا دلوقتي بقى عايز حاجه مهمه جدا، انا عايز ان انا اعرف الموقع بتاع الايه الاوبننجز. خلي بالك مش الايه مش الاركويتس، الاوبننج عندنا ادي الكيفال زي ما قلنا، وادي الاسوفيجيال، وادي الايه الاورتيك. انا عايز اعرف كل واحده، يعني دي بتبقى في ليفل، دي فوق خالص اهي، ودي في النص، ودي تحت خالص، فانا عايز اعرف الليفل بتاعت كل واحده. فانا المقياس عندي هو الفيرتيبرال كولن او العمود الفقري، فاجيب الرسمه دي كده، بص كده، ونجد ادي الثلاثه، ادي الانفيرو فينا كافال اوبننج، وبعدين ادي الاسوفيجيال اوبننج، وبعدين ادي الاورتيك اوبننج. زي ما هنا برضو عندنا الكيفال اوبننج دي اللي فوق، هنا برضو عندنا الكيفال اوبننج هنا فوق وداخل فيها الانفيرو فينا كام. عندك هنا الاسوفيجيال اوبننج في النص، الاسوفيجيال اوبننج في النص، كذلك برضو هنا الاسوفيجاس في النص. اللي تحت خالص اللي هي الاورطه، ادي الايه الاورطه برضو، دي الاورتيك ايه اوبننج، هي برضو موجوده تحت، ونكمل كلامنا الفيديو الجاي.